في ظل معارضة قانونية تمضي حكومة كركوك الحديثة وفق مبدأ الشراكة كما تقول، تبريرات المعترضين والتحديات المطروحة نقلها لنا مراسلنا في المحافظة مهند التميمي في هذا التقرير، نتابعه. وبعد مخاض عسير تشكلت حكومة كركوك المحلية الجديدة بشقيها التنفيذي والتشريعي، معلنة جهوزيتها للانطلاق بمرحلة البناء والخدمات في المدينة وفق مبدأ الشراكة بين المكونات، سيما مع المكون التركماني على وجه الخصوص. وبعد مفاوضات استمرت لمدة 8 أشهر تمخضت من خلالها تشكيل حكومة كركوك المحلية ولله الحمد، وتم خلال ورقة الاتفاق السياسي تشكيل أو ضمان مشاركة جميع الأطراف والمكونات في كركوك حسب ما نصت عليه الفقرة 13 من قانون مجالس المحافظات التي كفلت مشاركة جميع المكونات في الحكومة المحلية في كركوك. واليوم تركنا المناصب وإدارة الدوائر في كركوك المكون التركماني لحين الالتحاق إن شاء الله بجلسات المجلس. ويرى سياسيون إن برامج عمل المحافظ ورئيس المجلس يجب أن تترجم على أرض الواقع، لا سيما الشراكة بين المكونات في إدارة المدينة، مؤكدين استمرارهم بمقاطعة الجلسات لعدم الاعتراف بمخرجات جلسة فندق الرشيد. والجماعة اللي شكلوا الحكومة المحلية في فندق الرشيد من واجبهم أن يعلنون برنامجهم الانتخابي وبرنامجهم السياسي وبرنامجهم العملي. حاليا نحن لا نحضر الجلسات لأننا أساسا لا نعترف بهذه المخرجات التي نتجت من فندق الرشيد، فلهذا السبب نحن حاليا مقاطعين، وكذلك بقية المجموعة العربية غير الثلاثة اللي ذهبوا معهم مقاطعين الجلسة لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية. ولا تزال القوى السياسية الرافضة لحكومة كركوك الجديدة تنتظر رد المحكمة الاتحادية بقانونية الحكومة من عدمه، في وقت باشرت السلطتين التنفيذية والتشريعية مهامهما رسميا. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة.